السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد شادو، قناة الحياة في أمريكا. النهاردة فيديو عن حاجات إحنا نعتبر أفضل من أمريكا فيها. يعني فكرت في الموضوع ده لأن إحنا عادة في القنوات دي، الحياة في أمريكا والحياة مش عارف فين في أوروبا، بنركز على الإيجابيات، على الحاجات اللي موجودة هنا اللي ما كانتش موجودة في بلادنا، عشان كده الناس بتهاجر، وبنحاول نبين بعض اللي يعني البست براكتسز أو الحاجات الواحد المفروض يعملها عشان ينجح في حياته في الهجرة. لكن لو جينا فكرنا في بعض الحاجات اللي هي عندنا أفضل في بلادنا، اللي هي بلاد العالم الثالث، البلاد اللي فيها مشاكل كتير، لكن لو فكرنا إيه الحاجات اللي ممكن تكون عندنا أفضل حتى مع وجود كل المشاكل اللي موجودة عندنا، حتى مع كون بلادنا من بلاد العالم الثالث، لازال في حاجات أفضل عندنا. وأنا هركز على 5 حاجات سريعة كده جت في بالي. بعضها قد يبدو الكلام ان هو من وجهة نظر دينية، لكن هو في الحقيقة مش من وجهة نظر دينية، هي حاجات جايز الدين كان له اثر في تشكيلها، لكن هي الحقيقة من وجهة نظر عملية براجماتية تماما. وهنتكلم، خلينا ندخل في اول نقطة. انا هركز هنا على 5 حاجات احنا فيها افضل، او بلادنا افضل من امريكا فيها. فاول نقطة، خليكم قبل ما اقول النقطة نفسها، اقول لكم حاجة أنا لاحظتها أول ما جيت أمريكا. كنت رحت على ولاية نورث كارولينا، قعدت فيها حوالي 6 شهور. فحاجة من الحاجات اللي لاحظتها اللي هي كانت طبعا حاجة سلبية، إن في بنات كتير، يعني كنت اشتغلت في مطعم كان يملكه واحد مصري، فاللي شغالين فيه ويترز اللي هم الجرسونات وكده، الولاد وبنات. فلاحظت حاجة إن بنات كتير كانوا شغالين في الويت، يعني ويترز في المطاعم دي، بنات صغيرين سنهم صغير 17-18 سنة، وكتير منهم كانوا single mothers، يعني أم الغير متزوجة ما عندهاش زوج، وفي نفس الوقت عندها طفل بتربيه. فطبعا البنات دول كانوا عليهم ضغط شديد جدا، وطبعا أي أم عارفة يعني إيه تربية طفل صغير، الكمية الجهد اللي بتاخده وكمية الوقت اللي بيتاخد منها. فبنات صغيرين 17-18 سنة طبعا حياتهم بقت صعبة، لان خلفوا، حصل بينهم ما بينهم وما بين شاب ما علاقة، وخلفوا عيل، والشاب الندل للأسف مش عايز يوجع دماغه بطفل، فخلص سابهم وساب الطفل ده مع امه. طبعا بيضطر يدفع زي تشايلد سبورت او حاجة حسب دخله بقى، لو هو بيعمل دخل، ممكن يكون هو كمان لانه شاب مراهق هتلاقي دخله مش عالي قوي، فبيعمل دخل ما جزء منه بيروح في تشايلد سبورت، لكن المسؤولية معظمها على الأم. وزي تاني زي أي أم وأي أب عندهم أطفال عارفين إن الموضوع مش فلوس بس، تربية الأطفال طبعا بتاخد مجهود كبير جدا، وما يكون أب وأم طبعا لو الأب موجود أكيد بيشيل حمل كبير عن الأم، يعني بيساعد في حاجات كتير، لكن لما تكون أم لوحدها وكمان سنها صغير مسؤولة عن طفل صغير، فالحقيقة ده وضع مش حلو خالص للبنات دول. طبعا حد هيقول لي دول البنات المفروض كانوا في العالم المتقدم لو هم بيستخدموا مثلا وسائل منع حمل بحيث ان ما يحصلش حمل في الحاجات دي. طبعا التاني بتكلم، بحاول افصل الموضوع عن وجهة نظر الدينية، لان الدين تاني امر مش الكل ممكن يتفق عليه، فانا بحاول اتكلم بشكل موضوعي خالص. فواقع الحياة البشرية انك مهما عملت يعني احتياطات ومهما علمت المراهقين مش هتقدر تحكم الامر 100%، هيحصل في الاخر زي اللي احنا شفناه هنا في امريكا. امريكا بلد متقدم جدا، مفيش قيود دينية، فبيحصل انك انت هتقع في الموضوع ده، هيبقى في شباب كتير مش هيعرفوا لا ينظموا نفسهم ولا الكلام ده، فينتج عن ذلك ايه، اطفال لام مثلا كانت مراهقة خلفت، ما الاب مش موجود في معظم الحالات، فبقى عندك اطفال اتولدوا لامهات صغيرين في السن، مفيش عيلة معاهم. فالموضوع ده طبعا بينشأ عنه وضع سلبي جدا للامهات السنجل مامز دول، وكمان الأطفال اللي بيتربوا في المناخ ده. فمن الناحية دي إحنا أفضل، يعني القيود اللي الناس بتسميها قيود أو الحاجات اللي بتخلي الموضوع ده صعب عندنا طبعا موجود، ما قلناش مش هنقول إنه مش موجود، لكن عمره ما يكون موجود بنفس الدرجة اللي موجودة هنا، لأن هنا ما فيش قيود، ما فيش أي قيود لا اجتماعية ولا دينية، فالموضوع سهل. فمن الناحية دي إحنا أفضل كتير، لان الامهات والبنات مش هيتعرضوا بنفس القدر للمشكله دي، ان هي تبقى لسه عندها 17-18 سنه
وفجأة معاها طفل لازم تاخد بالها منه. كتير من الأمهات دول ممكن حتى ما يقدروش يكملوا تعليمهم، يا دوب يوقفوا عند ثانوي ولا حاجة وعايزين يشتغلوا عشان يصرفوا على أولادهم. وده اللي أنا شفته، زي ما قلت البنات دول اللي كانوا شغالين ويترس في مطاعم مضطرين، مش مبسوطين بحياتهم دي، هم مضطرين يعملوا كده عشان يصرفوا على أطفالهم، وطبعا تعبانة ما بين الشغل وإنها ترجع تاخد بالها من ابنها وهكذا. فده بالتأكيد إحنا أفضل فيه، إن البنت بتكون مفيش خلفة لحد ما يبقى في زواج، في إطار الزواج، فبتتجنب هي المشكلة والصعوبات دي إن هي يكون عندها طفل في وقت ما كانتش هي حاسبة حسابها عليه. ثانيا طبعا أحسن الأطفال اللي بيتولدوا، يعني إحنا الأطفال اللي عندنا اللي بيتولدوا مهما كان في إطار أسرة، في إطار وجود الأب والأم، أحسن من الأطفال اللي بيتولدوا لسنجل مام والأب الله أعلم راح فين. فدي حاجة من الحاجات المهمة جدا اللي إحنا أفضل فيها. تاني حاجة برضو إحنا أفضل فيها برضو بفضل القيود الدينية اللي إحنا ممكن نسميها قيود، لكن هي في الآخر بشكل عملي جدا بعيد عن الدين، إحنا أفضل فيها بسبب القيود الدينية دي، وهي موضوع الكحوليات والخمور. إحنا طبعا عندنا عشان الموضوع بسبب الدين الخمور مش منتشرة، فما فيش حد أو يعني مش كتير من الناس بيتعلقوا بيها من سن صغير. دي ميزة كبيرة في رأيي طبعا، وطبعا أي حد عارف مشاكل الإدمان الكحوليات اللي ممكن تحصل في المجتمعات دي يعني عارف معنى الكلام ده. فالخمور عشان سهولتها هنا، والشباب قبل حتى ما يبلغوا السن القانوني للشرب بيشربوا بيتعودوا عليها، فبينتج عنها ان في ناس كتيرة جدا بيقعوا في إدمان الكحوليات وحياتهم بتبوظ بسببها. يعني موضوع الناس اللي هم الالكهوليك زي ما بنسميها، في ناس حياتهم بتخرب تماما. وانا قابلت حتى ناس ايام ما كنت شغال مثلا حتى في مطاعم او حاجه زي كده، في ناس انا فاكر مره لحد دلوقتي، الكلام ده من 19 سنه جايز، ما كنت يعني اول لسه ما جيت امريكا، كنت شغال دليفري في مطعم من المطاعم، وفاكر واحد من اللي كانوا شغالين معايا امريكاني، وازاي ان هو مره قال لي ان هو بوضوح تماما قال لي انا الكهوليك وحياتي خربت بسبب الموضوع ده. كنا بنتكلم مش فاكر، كنا بنتكلم عن عيلته جايزه وان هو عايش لوحده، وازاي ان موضوع ادمان الكحوليات خرب حياته، فمضطر ان هو كان في سنه كبير ومضطر ان هو لسه يشتغل في مطعم ما يقدرش طبعا يحسن حياته وحياه اسرته. ففاكر الموضوع ده كويس جدا، ان هو ازاي يعني قال لي ان هي الكحول وادمان الكحول مخرب حياتي تماما. فاذا احنا عندنا طبعا تاني مفيش تعميم، في ناس بتشرب، في ناس بتاخد بتعمل مخدرات في بلادنا، كل ده موجود، لكن انا بتكلم عن الحاله العامه. الحاله العامه عندنا ان معظم الناس اللي اساسا ما جربوش شرب الخمور فعمرهم ما تعلقوا بيها، فعمرهم ما احتاجوها، فبيعيش حياته ويكمل حياته. حتى ما بيجي هنا زي ما كنت قلت في فيديو قبل كده، ليه ساعات المهاجر بيكون احسن من الامريكي الاصلي، ان هو ما بيضيعش طاقته ووقته في الحاجات دي. ليه؟ لان هو ما احتكاش، ما عمره ما اتعود عليها من اول وهو صغير، فهيكبر وعمره ما هيتمنى ان هو يشرب كاس خمره، لان هو ما مش حاجه تعرض لها في سن اللي هو السن الحرج اللي هو ايه سن المراهقه زي ما بيحصل يعني. فتاني عدم انتشار شرب الخمور والكلام ده ميزه كبيره عندنا. تاني الانسان ضعيف، الانسان كائن ضعيف وابن العاده، لو انت اتعودت عليها وانت صغير هتكون صعب عليك انك انت تتحكم في نفسك وانك انت يعني تخلص نفسك منها. فدي ميزه كبيره عندنا. تالت ميزه عندنا ان الشغل اقل. يعني اي حد عاش ما بين هنا وما بين هنا عارف ان احنا مثلا عندنا في مصر في بلادنا العربيه عندك اجازات اكتر، فده يعتبر يعني اريح شويه في موضوع الشغل. عندك العيدين تاخد لك 3 ايام في كل عيد، عندك عموما اجازات اكتر. هنا في امريكا الناس بتشتغل كتير، في رمضان عندنا الناس بتشتغل نص يوم، مفيش هنا الكلام ده. فمن ناحيه الراحه في الشغل يعتبر دي ميزه عندنا اكتر، حسب طبعا depends how you look at it زي ما بنقول، بس ده يعتبر ميزه في ان الشغل عندنا اريح من امريكا يعني، والاجازات اكتر وكده. فدي ثالث حاجه. رابع حاجة برضه فكرت فيها، انك انت عندنا العائلات اقرب مكانيا من بعض، فبيقدروا يشوفوا بعض اكتر. طبعا مش معنى كده ان الامريكان، برضه انا ضد الصورة النمطية ان العائلات هنا مفيش حد بيهتم ببعض والعائلات كلها يعني
بعاد عن بعض بالقصد، لا هو في جانب منه صحيح بس هو مش بالقصد. يعني العائلات هنا بشر، يعني في عائلات متفككة وفي عائلات كويسة يعني متماسكة وبيحبوا بعض وبيحبوا يشوفوا بعض، لكن عشان أمريكا بلد كبير جدا والظروف بتحتم ان ساعات مثلا الاولاد اما بيروحوا الجامعه بيروحوا ولايه بعيده، بعدين اما بيطلعوا يشتغلوا تجيلهم يجيلهم شغل في ولايه تانية بعيد عن اهلهم، تلاقي اخ في كاليفورنيا واخ تاني في نيويورك بينهم في الطياره بس 6 ساعات بالطياره مش بالعربيه كمان. فالظروف الجغرافيه دي والظروف الحركيه بتاعت امريكا بتخلي العائلات بعيدة عن بعض مكانيا في حالات كتير، فبيكون ان هم يجتمعوا مع بعض محتاجين بقى يستنوا المناسبات وكده. عندنا عشان البلاد صغيرة مهما كان فبتلاقي ان العائلات مش بعيدة قوي عن بعضها، ومش بس عشان البلاد صغيرة، عشان العائلات بتميل عموما ان هي تبقى قريبة من بعض. فيعني مهما كان في الاخر هتكون بينهم ساعة سواقة ساعة ونص سواقة، فيقدروا يشوفوا بعض اكتر كتير من الواقع اللي هنا. فدي ايه، دي تقريبا رابع ميزة كده اتكلمنا عليها ان احنا افضل فيها من امريكا. خامس حاجة فكرت فيها برضو انك انت في بلادنا في الشرق الاوسط عموما اقرب لحاجات كتير. يعني لو انت مثلا في مصر هتروح اوروبا 2 3 ساعات في الطيارة تكون في اوروبا، تكون في اسيا، عايز تروح مثلا ماليزيا حتى هتكون اقرب. انا فاكر هنا لما طلعت من امريكا على ماليزيا كانت رحلة 18 ساعة في الطيارة. فأمريكا بعيدة شوية عن الدنيا يعني اللي تقدر تروحه. طبعا غير ان أمريكا تاني هي ولاية قارة، وطبعا عندك حاجات كتيرة، ولايات كتيرة جميلة، ولايات مختلفة عن بعض، لكن أنا بتكلم عن انك تروح بلاد تانية. لا يزال الشرق الأوسط هو يعني قلب العالم من ناحية دي. فأسيا أوروبا جنبك، أفريقيا جنبك، أمريكا هي متطرفة كده عايز تروح مفيش جنبك غير كندا، وهي يعني نفس الحاجة هي أمريكا الشمالية، أو تروح أمريكا اللاتينية غير كده لازم بقى تعدي المحيط عشان تروح إيه تروح مكان تاني. فدي 5 مميزات يعني أعتقد إن هي إحنا فيها أفضل من أمريكا. في حاجات طبعا فيها أفضل كتير يعني حاجات قوية جدا، في حاجات طبعا إيه يعني الموضوع مش كبير قوي، موضوع البعد المكاني عن قارات تانية وكده دي مش مشكلة كبيرة، لكن طبعا مشكلة بالنسبة للمهاجر، لأنك أنت عشان تروح تزور أهلك من أمريكا لازم تسافر لك 10 11 12 ساعة في الطيارة، فدي طبعا بالنسبة لنا مش ميزة. لكن أنا شايف إن أهم حاجتين هو موضوع إن الأمور عندنا محكومة أكتر في الجواز والخلفة وكده، فبيكون أفضل للأطفال إن هم ما يتولدوش يعني في ظروف زي كده، وأفضل للبنات إن هم ما يبقوش مسؤولين عن اطفال لحد سن يعني ايه لحد ما يبقوا جاهزين. والحاجه الثانيه طبعا موضوع الخمور برضو، ده من افضل كتير جدا لنا انك انت تتولد في مجتمع مش بيشجعك انك انت تشرب خمره اساسا، فما بتقعش في الحفره دي. فدي 5 حاجات في رايي احنا افضل فيها من امريكا. فسيبوا لي تعليقات وقولوا لي لو في حاجه ثانيه نضيفها للليسته دي من الحاجات اللي احنا افضل فيها من امريكا. تاني انا بحاول اتكلم على الحاجات العمليه الموضوعيه، مش حتى الحاجات اللي لها صلة بالدين شوية، بس أنا بتكلم عنها من وجهة نظر تاني براجماتية تماما، يعني وجهة نظر عملية تماما. فأدي فيديو النهاردة ومستني تعليقاتكم وأراءكم، ونشوفكم إن شاء الله في فيديوهات تانية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.